السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم تربية الكتاكيت والثمان. جيتكم مرة أخرى نفس البلان اللي هو الشرابات. أنتم كيفما كتشوفوا الشرابة هذه المهم خدمت لي مزيان، راه كيشربوا منها، ما بقاش عندي مشكل كما قلت في الفيديو اللي قبل، مشكل ديال الماء. وكنت قلت لكم غادي نشري إن شاء الله بحال هاد البيدو هذا باش نديرو الدجاج الثمان ونديرو الدجاج الفيومي اللي عندي في الجهه الاخرى. ويطلع عليا فكره، قلت علاش غادي نشريه، علاش ما نستغلش غير واحد ونخرج منه تيوات بهذه الطريقه هذه. ها نتوما كيف ما كتشوفوا انا غير كنشارك معكم الفكره، باش حتى نتوما الا بغيتوا ديروا بحالها. ها نتوما مخرج منه ثلاثه، هذا ما مزيرش كيسير شويه، مخرج منه ثلاثه هانتوما كيف ما كتشوفوا دايرو فين. ها هو التيو فين غادي، هانتوما هو غادي دايرو، هذا دايرو السمان راه كيشرب منه، والاخر غادي دايرو الدجاج من الجهه الاخرى. اذا نستغل فيديو واحد الثلاثه ديال القطعان، يعني نسميو هذا قطع الاول، الثاني، الثالث هو السمان. يعني بلاصه ندير كل واحد بوحديته، قلت ندير واحد يعني قرب لبعضياتهم والتيو طويل ديال الشرابه، ندير واحد ونخدم به. راه درت ليهم الماء دابا والحمد لله الامور راه غدا مزيان، حدد الساعه الامور مزيان. وقلت نشارك معكم هاد القضيه هذه كيف موالفيني كنشارك معكم ابسط الامور، ربما تستافدوا منهم او ربما ديروا محسن كما كنقول لكم، ديروا محسن. وشي اللي كاين الاخوان، يلا تبارك الله عليكم، نخليكم مع هاد الصور هادو.